السلام عليكم أحبتي في الله، أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في قناة أختكم تاج تاج، ونورتونا بزيارتكم، أهلا بكم. حبيت نعملكم هذا الفيديو قصير ونوريكم هذا الحلويات. كما راكم تلاحظوا هنا كانت عندي مناسبة عند الأقارب، نجاح ابنتهم في شهادة البكالوريا، ربي يوفقها يعني في مسيرتها الدراسية في الأعوام القادمة إن شاء الله، العقوبة للماجستير والدكتوراه. عملوا حفلة رائعة ما شاء الله، ربي يدوم فرحهم إن شاء الله ويفرحنا معهم. حضرت الحفلة وعادتنا يعني ضيوف كبار مروحين يمدوا لهم الحلويات، صافي مدوا لي شوية من الحلوي، ما شاء الله مشي شوية مشي شوية، بزاف يعني بزاف ما شاء الله. حبيت نصور لكم الحلويات اللي عملوهم، في يعني كاينين أشياء أخرى. أنا هذه، والحاجة اللي عجبتني أنا هنا عملوا هذه السمنيات. احنا نقول لها السمنيات، خلينا كل واحد كيفاش يقولها. خلينا نقول لها شوف ما شاء الله السمنيات تهبل، خلينا نقول لها الفطير، خلينا نقول لها المطبقة، يعني كل واحد كيفاش يسميها. وعملوا اشياء اخرى ما شاء الله، يعني الله يبارك، يعني داروا حوايج بزاف ملاح، وعجبتني كي داروا الاشياء التقليديه. والله الاشياء التقليديه يعني مدت الحفله جو اخر. وهذه هي الفيديو، حبيت نوري لكم ثاني قريوش جا روعه، ميرينغ صافلي، هنايا بقلاوة و تشارك فيها الطبيصات، هذو كل واحد يمدو طبيص هكذا. ومدو لنا هنايا ثاني ثاني باتيسري، هنا ثاني مدو لنا الباتيسري اللي عملو في الحفلة. وهذه هي، حبيت نشارككم فيديو قصير نوريكم وش عملوا في الحفلة نتاعهم. انا حابة نصور الاشياء، هذوما وهذه هي، حبيت نوريكم الفيديو فقط. ذكر شحال نقولكم، تبقاو على خير. يعني حبيت هذه نوضحها لكم مليح، تشارك هنا تكسر لي، هذا هي اللي داروا فيه الطبيصات هذا، وحتى السفنج ثاني داروا السفنج. وهذا هو الفيديو، وش حنقول لكم الان، تبقوا على خير وفي فيديو قادم ان شاء الله. وكتشوفوا الفيديو ما تنساوش لاول مره تدخلوا قناتي اشتركوا في قناتي ليصلهم كل جديد من قناة أختهم تاج تاج، وخليوا لي تعليق جميل. والسلام عليكم، ولايك لايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو قادم إن شاء الله، وإلى الملتقى. سلام.